قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأهل العلم معروفون، ما كل من معه شهادة تخرج من كلية، ما كل من حفظ حديث أو حفظ آيات، ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها. فقهاء معروفون عند الناس، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأفهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. تموج السطور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين وعلم.